السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملخص الجولة الأولى من مباراة المولودية المجدية وسنعود مع الجولة 27 من الدور الاحترافي الأوروبي لكرة القدم. مباراة سد ستحدد بشكل كبير معالم الفريق المهدد بشكل أكبر ونزول دور الدرجة الثانية. كرة من سرع وقزم في منطقة الجزاء المتابعة براس، لكن بعيدا عن المرمى. ظلت الخطورة كما هي، تسديد الكرة وتدخل الحارس مهدي مفتاح، تدخل بعد الخطر. عاد المولودية الوجدية من خلال لامين دياكيتي في منطقة الجزاء، وتدخل الدفاع مرة أخرى لبعض الخطر. المولودية الوجدية بحث عن الهدف ياسر جريسي، حاول التركيز في التسديدة الأخيرة لكن سال في يد الحارس أجد. سريع واتسم واصل تهديده لمرمى المولودية الوجدية، لكن تدخل الدفاع لبعض الخطر عن المرمى. فرصة أخرى لسريع واتسم من خليب الحمص لنانكي موكي، تصل لبلال المجري الذي سدد، تتحول بعيدا عن مرمى المولودية الوجدية. فرصة لمولودية وجدة من يوسف أنور هذه المرة الذي جرب حظه وسدد لكن بعيدا عن مرمى الحارس بوجاد. مولودية الوجدية راهن على تسديد من خارج منطقة الجزاء. صلاح الدين باي مرة أخرى جرب حظه يسدد لكن تتحول بعيدا عن المرمى. يعلن بعد الحكم عن نهاية الجولة الأولى بالتعادل السلبي 0-0. مرخص الجولة الثانية من مباراة المولودية الوجدية وسرع واتسم. المولودية انطلق بقوة في الجولة الثانية وكان الأكثر إصرارا للوصول للمرمى استقبال الكرة من صلاح الدين باهي للمميز ياسر البحيري الذي سجل هدف جميل جدا في مرمى الحارس بوجالد. هدف ظن به الجميع أن المولودية الوجدية في طريقه لكي يحقق فوزا ثمينا عن الجولة 27 من الدوري الاحترافي أنوي لكرة القدم، لكنه لم يشفع لها بالسيطرة على المباراة. أتيحت بعدها فرص للمولودية الوجدية، كرة لليمين دياكيتي كان بإمكانها وأنها تحسم كل شيء في هذه المباراة لكن يضيعها ببشاعة، وبالتالي تنتقل الثقة لأقدام لاعبي سريع واتزم السريع الذي ضغط وكان قريبا من تسجيل الهدف بهذه التسديدة من مرشد، لكن تدخل الحارس مفتاح الذي أبعد الخطورة. سريع واتزم كان الأكثر خطورة في الجولة الثانية من هذه المواجهة. مرة أخرى مرشاد هذه المرة يتواجد منطقة الجزاء والحكم يتدخل للإعلان عن ضربة جزاء بعد العودة للفار. ضربة جزاء يتمكن من تسجيل مرشاد لتصبح النتيجة هدف لهدف. هدف التعادل دفع الفريق الضيف للبحث عن فوز يوحي أماله بشكل كبير للبقاء ضمن أندية الدوري الاحترافي أنوي لكرة القدم. فرصة من السلام يراوغ وسدد، وتألق مفتاح الذي كان سببا رئيسيا في إبعاد الخسارة عن المولودية الوجدية. فرصة أخرى في آخر دقائق هذه المباراة لنادي سرع واتزم، إمكانية وتسديد الكرة والمتابعة المرة الثانية، وتدخل مفتاح الذي ينقذ الفريق من هدف محقق آخر لنادي سرع واتزم الذي كان الأقرب للفوز بهذه المواجهة. الفرص الأخيرة وتألق الحارس والدفاع لتنتهي المباراة بهدف لهدف.